هلا طبعا اللغه اللي بتكلم فيها بهذا الجو او سبهان ادم يعني خلينا نقول الفرنسي او الالماني او سواء بهذا الزمن او في وقت اخر يعني هو الحرب ما بيفكر فيه يعني وما بيجوز واحد بيعطي انطباع يعني على المستوى الانساني الاخلاقي انطباع سلبي تجاه الاخرين او بيذم الاخرين لغه الذم يعني فجع عموما يعني وانا هاي اللغه بصراحه لم اكن استخدمها يعني على الاطلاق لاني بالاساس ما كنت اشعر فيها ولا افكر فيها بالاساس يعني مش موجوده لا بمنظمتي كانسان او كسلوك او حتى ك لكن 13 عام من الاستمرار من الضغط من هول ما راينا ومستمره حتى هذه اللحظه وانا صعب اني اتكلم يعني بلغتين يعني مختلفتين يعني بما اشعر فيه انا اتكلم فيه مع اني انا ب 2010 معروف اني عندي طقوس يعني خاصه جدا استقبالي مع الاشخاص والافراد وعلاقاتي كل شيء يعني كالعالم ذلك الوقت على المستوى المحلي على الاقل عالم جميل او عالم شفاف يعني منظومة القتل والحرب والدمار يعني غير موجودة على الطاقة الآن أصبحنا كائنات متبلدة نزع عنها قلب الإنسان وزرع عنها بشكل قلب خنزير احترامي خنزير العالم بس أصبحنا متجمدين لا نمتلك لا المؤازرة ولا نمتلك يعني حق النطق ولا نمتلك حق الزكاة أو الصدقة لكن حتى هذه اللحظة وأنا أشبه بسفينة ثقبت أو في مركب يشارف على الغرق أحاول أن أسدد يعني الثقوب بأماكن الزفت حتى لا تسقط هذه السفينة الخشبية أنا لست نبيا أنا لست نوح كي أنقذ بعض الأعزاء معي في السفينة لا أستطيع أن أخذ طيرا أو ماعزا أو خروفا أو امرأة شقراء بعين زرقاء أو بشعر أحمر لا أستطيع أن أخذ أي أحد وعلى الأغلب حتى أني أنا لم أركب السفينة سأتركها تمخر عباب البحر وحيدة كي تغرق لوحدها.